من قناة أخبار العالم نأتيكم بهذا الخبر الجديد من الرياض. أكدت صحيفة عكاظ السعودية وهي من أكبر الصحف في السعودية أن اهتمام مجلس التعاون الخليجي باليمن ومساعيه الجادة للعمل على دمجه في مختلف لجان وهيئات ومؤسسات ومنظمات المجلس الخليجي لتحديد احتياجاته التنموية وصولا إلى الإعداد لمؤتمرات المانحين. فقد أكدت صحيفة عكاظ أن المجلس يواصل متابعة تنفيذ المشاريع التي تم التعهد بتمويلها بعد انضمام اليمن إلى 10 من المنظمات المتخصصة والعاملة في إطار مجلس التعاون الخليجي. واعتبرت أن البيان الختامي لمشاورات الرياض بدعوة من مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن دول مجلس التعاون ماضية في وقوفها إلى جانب اليمن وبما يحقق له ولشعبه الأمن والسلام والاستقرار. وأردفت اليوم ينظر إلى اليمن بعد إحلال السلام من قبل الشجعان الذين تعاهدوا أن يعملوا على قلب رجل واحد على أنه سيكون ضمن المنظومة الخليجية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن الخليج، إضافة إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية المشتركة بين اليمن ودول الخليج.